صباح الخير يا كيجي، مدرسة دار المعارف معاكم. النهاردة هنشرح مادة اكتشف الترم الأول الصف الأول. النهاردة هنشرح درس فصول السنة الأربعة. عارفين يا ولاد فصول السنة الأربعة؟ يعني الجو اللي بيعدي علينا طول السنة. احنا بيعدي علينا الصيف والشتاء والربيع والخريف. طيب تعالوا نتعرف بقى على كل واحد من الفصول دي. الفصل هنا يا ولاد اللي بنلاقي فيه الشجر الورق بتاعه بيبقى مغير لونه وبيقع، ده اسمه فصل الخريف. فصل الخريف. بعد كده بيجي لنا فصل الشتاء. الشتاء زي ما احنا شايفينه هنا كده بيبقى ساقع قوي ومطرة، وبنقدر ان احنا نلبس فيه لبس تقيل قوي. طب نتعرف هنا مثلا على ايه؟ على صورة الجاكيت، كوفية، طاقية، الجوانتي، صح؟ دي دوت لبس الشتاء يا ولاد. بعد كده بندخل على فصل الربيع. فصل الجو بتاعه جميل جدا والزهور بتتفتح فيه، بيبقى شكلها حلو وكمان ألوانها حلوة، والجو فيه ما بيبقاش لا ساعة قوي ولا حر قوي. بعد كده معانا الفصل الجميل اللي كلنا بنحبه، فصل الصيف يا ولاد، عشان بنروح فيه البحر وبنقدر ان احنا نعوم ونلبس الهدوم بتاعتنا. الهدوم بقى بتاعت فصل الصيف تعالوا نشوفها مع بعض. عندي الفستان، وعندي هنا السروال القصير اللي هو الشورت، وعندي نظارة الشمس والنعل او السابو او الشبشب بتاع البحر، وعندي تيشيرت والايه والقبعة او الطاقية اللي بتحمينا من الشمس، صح يا ولاد؟ وبعد كده نقدر اقولك ان احنا خلصنا الدرس، ونشوف اشوفكم مرة تانية.